Welcome back. أهلا بعضتك مرة تانية. خلينا نشتغل الجزء الخاص بالجرامر. نبدأ أول حاجة السؤال بهوز. السؤال بهوز. هوز معناها ملك مين أو بتاعة مين. ملك مين أو بتاعة مين. بسأل بيها عن الملكية. ودايما بيجي بعد هوز بيجي اسم الشيء اللي هو اللي أنا بسأل ملك مين. تعالوا نشتغل هنا على البورد. قالي هوز هي تبع WH question. طبعا بتبدأ WH. بلس اسم الشيء اللي بسأل عنه بلس is او ار على حسب الحاجة اللي انا بسأل عليها. لو مفرد هتبقى is, لو جمع هيبقى ار. تعالوا نحقق المعادلة دي. لما يجي يقولي هوز اسم الشيء اللي بسأل عنه هنقول مثلا باج. دي مفرد ولا جمع؟ اكسلنت, مفرد. يبقى هاخد is ولا ار؟ اكسلنت, is. وبعديها احط ذيس لو ايه مفرد, ولو جمع احط ايه؟ ذيس. لو جمع احط ايه؟ ذيس للمفرد وذيس للجمع. خلاص. طب انا عايزه اجاوب عليه, هاخد هوز ارميها في الباسكت واقول لها مش عايز الثاني, وهعمل بين الاثنين دول سباق. فهقول ذيس از ماين لو هي ملكي, هيرز لو هي ملكها, هيز لو هي ملكه. طيب عايزه اقول دي بتاعت مثلا احمد, هقول this is, تفتكر اس الملكيه فاكرها؟ احمد الابوستروف اس دي بتاعت اس الملكيه bag. this is احمد's bag. طيب تعالى نرجع تاني اللي احنا قلناه. احنا قلنا في سؤال عن ملكيه شيء هستخدم هوز, بعد كده اسم الشيء اللي بسال عليه والايز او ار على حسب اللي عندي. لو مفرد هحط مثلا whose bag is this عشان دي مفرد, فقلت this is mine او this is hers او this is his على حسب. لو انا مش عايزه اقول اسم الشخص اللي بيملك الحاجه دي, طب لو انا هقول اسمه ما انساش احط اسم الملكيه, هقول this is احمد's bag. عايزاك تبص كده على البورد كويس جدا وتحضر ورقه وقلم وترجع لي. طيب رجعت لي مره ثانيه ومحضر ورقه وقلم معاك. عايزاك تعملي سؤال بهوز وتجاوب عليه وتستخدم الحاجة من حواليك. هناخد بس مثال تاني على استخدام هوز مع الجمع. فهقول هوز pencils. هستخدم بقى is ولا or هنا عشان دي plural جمع. excellent. or these. طبعا لا اما تقولي these are لا اما تقولي they are. هتقولي مثلا these are زي ما قلنا mine, hers, his, هي طبعا الملكية اللي بتيجي في الاخر اللي هي المفعول. طيب هنقول مثلا these are Sara's pencils, ودي اقلام سارة. ما ننساش اكتب pencils لو استخدمت اسم الملكية, هنزل اسم الحاجة اللي بيملكها. طبعا احنا قلنا هوز بترمي في الايه؟ في الباسكت. هتطلب منك خمس جمل هتعملهم كل واحده سؤال واجابته, سؤال واجابته بالتنوع بين المفرد والجمع. نيجي بقى للجزء الاساسي عندك في الجرامر اللي خاص في يونت 10. راجع الاول معايا قبل ما ابدا معاك الجزء ده verb to be. verb to be اللي هو الاي, وهناخد هتاخد ايه معانا؟ الهي, شي, الايت والاسم المفرد, الوي واليو والذي والاسم الايه؟ الجمع. تعالوا كده نقسمهم كده ونقسمهم كده. يعني ايه اسم مفرد؟ لما اقول لك كار, دوج, احمد, ساره, ايمن, كل دي اسم مفرد. طب لو اسم جمع هقول لك ايه؟ بيبلز, طلاب, دوجز, كاتس, ساره اند محمد, يبقى دي كده ايه؟ جمع. طيب تعالوا نفتكر كده مع بعض verb to be اللي هو فعل يكون. انت عارفه على فكره بس انت ركز فيها تفهمه دلوقتي لما انا اقوله. ال I بتاخد ايه؟ am. excellent. ال he وال she وال it بتيجي معاهم ال is. ال we وال you وال they بتيجي معاهم ال are. طب ده اسمه verb to be, يعني فعل يكون. فعل يكون. قال لي خد بالك ان الفعل يكون ده في المضارع. في الماضي اللي هو فعل كان, كان في الماضي, الماضي منه قال لي الام طبعا اتشالت في الماضي.
الاي والهي والشي والايت والاسم المفرد جمع حاجه اسمها was، والجمع الار نفس الضمير التفضيل دي خدت معاها were، خدت معاها were. قولها مره كمان وهسيبك تبص على الورد. يبقى دي في البريزنت في المضارع verb to be الاي ام، الهي والشي والايت والاسم المفرد is، الوي والهي والداي والاسم الجمع are. ده كده verb يكون اللي هو verb to be فعل يكون. الماضي منه المعاناه كان، كان قال لي الاي والهي والشي والايت والاسم المفرد هتاخد was، هتاخد was. الوي واليو والداي والاسم الجمع هتاخد were، هتاخد were. انا عايزك تبص تاني على البورد وتركز فيها قوي. اكسلنت. طيب انا عايزه، انا خلاص انا عرفت لما اقول لك هي هتقول لي مثلا he was at the museum، هو كان في المتحف. they were at the cinema، هما كانوا في السينما. يبقى انت كده اديتني مثال في المضارع واديتني، سوري اديتني مثال في المفرد واديتني مثال في الجمع. لما قلت he was مثلا at school، هو كان في المدرسه، هو كان في المدرسه، كان في المدرسه. طب were هقول they were at the museum. يبقى انا اديتك هنا مثال في المفرد ومثال في الجمع. طب ولما اجي فيها هنفيها بحاجه اسمها not، هنفيها بحاجه اسمها not. انت عارف طبعا not، ف was هتبقى wasn't، هو ما كانش او هي ما كانتش. were هتبقى weren't، هما ما كانوش. يبقى لو انا هقول اثبات هستخدم was were، لو كان فيها اقول wasn't weren't، wasn't weren't، wasn't weren't. بص تاني عليها كويس وحضر ورقه وقلم عشان هنبتدي نكتب عليها امثله، وهيطلب من حضرتك امثله ان انت تكتبها لي في ورقه وتبعتها لي على البيج الخاصه بالفيسبوك اسماء عروبي، برضه هتلاقيها تحت في الديسكربشن. تعالى كده نقرا الجمل مع بعض، حاول تقرا كده معايا. Excellent. We weren't at the bank. We weren't at the bank. يعني انت فهمت ايه من كده؟ We weren't at the bank. احنا ما كناش في البنك، احنا ما كناش في البنك. تعال نشوف هنا جملة تانية فيها اثبات. We were at the museum. We were at the museum. احنا كنا في المتحف. طيب تعالى لي هنا، احنا كده استخدمنا were اللي بتيجي مع الجمع. تعالى نشوف حاجة على السنجلر على المفرد. We wasn't at the museum. We wasn't at the museum. احنا ما كناش في المتحف. خدت بالك من النفي وخدت ان was جت بعديها not. تعالى نشوف جملة مثبتة. He was at the bakery. He was at the bakery. هو كان في المخبز. شفت الجمل دي؟ اعتقد انها سهلة جدا عليك. لو مش مستوعبها قوي ارجع لها مرة تانية، لان برضو مطلوب منك 5 sentences، واحدة نيجاتيف، واحدة تكون اثبات، واحدة تبقى نفي، واحدة تبقى اثبات. يعني دي كده تعتبر واحدة، دي كده تعتبر اثنين، وهكذا. يعني مش هنعتبر ان دي واحد اثنين ودي واحد اثنين، لا، يعني دي كده 1 دي كده 2. انا طيب طالبة منك 5، وهتصور لي الورقة وتبعتها لي على البيج اسماء عروبي. واستنوا بقية فيديوهات شرح يونت 11 ويونت 12 ان شاء الله. جود باي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير للقناة، وهنكمل الجزء اللي بعد كده اللي خاص بباقي الكلمات والفونكس. استنوا ما تنهوش الفيديو دلوقتي، كمل الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.